أصبحت مدينة الحديدة الساحلية اليمنية ومحيطها ساحة حرب. منذ أكثر من أسبوع تدور معارك ضارية بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين في صراع دام من أجل إحكام القبضة على مداخل ومخارج المدينة. تقول مصادر القوات الحكومية إنها تحرز تقدما في عدد من مفاصل المدينة، وإن اشتباكات عنيفة تجري قريبا من العمق في دوار المطاحن وقرب شارع 50 وأطراف حي 7 يوليو، حيث يجري قصف مدفعي عنيف مع عشرات الغارات الجوية التي يشنها التحالف على مواقع تمركز الحوثيين. وتحدثت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات عن اختراق عناصرها لعدد من الأحياء الشرقية للمدينة، وأن العائق الرئيسي الذي يحول دون مواصلة اقتحام المدينة بسرعة يتمثل في الألغام التي زرعها الحوثيون والتي تتعامل معها فرق هندسية متخصصة. زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أقر ضمنا خلال خطاب وجهه لأنصاره بأن قواته منيت بخسائر في معارك الحديدة الراهنة. يجب علينا أن نتحرك بكل جد في التصدي لهذا العدوان، وحينما تأتي مرحلة جديدة من التصعيد يجب أن نتوجه بجدية كبيرة للتحرك في التصدي لها. اليوم هناك مرحلة جديدة من التصعيد. المعارك إذا مستمرة بل وتزداد حدة رغم الدعوات المتزايدة لوقفها في كل أنحاء اليمن والجلوس في جولة مفاوضات جديدة بحثا عن السلام. ويواصل المبعوث الدولي لليمن مشاوراته في هذا الصدد، وأجرى بالفعل مشاورات مع الحكومة اليمنية. ذكر أن وزير الخارجية اليمني أكد حرص الحكومة على السلام ودعم الجهود المبذولة وانفتاحها تجاه مناقشة إجراءات بناء الثقة المقترحة من المبعوث، وأبرزها إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين. في هذه الأثناء يزداد التخوف من العواقب الوخيمة لما يجري على كل أنحاء البلاد التي يخيم عليها شبح المجاعة، وأن التصعيد الحالي على الحديدة لا يضع مئات الآلاف من الجوع على خط النار فحسب، بل يضيق الخناق على آليات إيصال الإغاثة للملايين الذين ينتظرون وهم في أسوأ حال يمكن تصوره.